راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في الأليوبية. يا ترى إيه الحكاية؟ يعني العيال من الأوائل تفسدوا أخلاقهم في التكريم يا بعدة، وبقى بدل ما تجيبوا مقرئ يحيي الحفل ويبارك للولاد تجيبوا رقاصة في حفل تكريم أوائل الطلبة؟ أم عجايب؟ اللي حصل يا سيدي إن من كام يوم كان في حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة الأليوبية، ويروحوا منظمين الحفلة قال إيه من باب عايزين يوجبوا ويفرحوا الولاد، فيجبوا لهم رقاصة فنون شعبية في الحفلة لابسة فستان أزرق وبتغز وسطها، والطلاب والمسؤولين اللي كانوا قاعدين في محيط الملعب قاعدين ومبسوطين وبيشجعوها، وده طبعا خلى الدنيا قامت وما قعدتش، ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك صور وفيديوهات للرقاصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، والفيديو ده سبب موجة كبيرة جدا من الغضب والدهشة واستغراب المواطنين وسط تعليقات المتابعين اللي عبروا عن استياءهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب. فما كانش قدام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأليوبية محمود الصبروت غير إنه يقول إن مركز شباب كفر منصور ما فيهوش ملعب وهو مبنى إداري بس مكون من 3 أوض، وإن الحفلة المعمولة ملهاش أي علاقة بالشباب والرياضة في الأليوبية، وإن اللي عمله شخص من أهالي البلدة عشان يكرم ولاد بلده على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة. يعني وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ملهاش علاقة باللي حصل. وكمان علقت سارة نخلة الممثلة والمذيعة السورية على فيديو الرقاصة بحفل تكريم طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأليوبية المنتشرة على السوشيال ميديا من خلال برنامجها فيس أوف واللي بيعرض على شاشة قناة هي، وقالت فاكرين فرقة رضا كانوا بيلبسوا الحاجات الشعبية المحتشمة، ليه بعد انتشار الفيديو الرقاصة انقسم الناس بين مؤيدين ومعارض؟ وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة مالهمش علاقة بالحفلة، الحفلة دي حتى مش موجودة في مبنى مركز الشباب، ودي حفلة أقامها أحد أهالي القرية تكريما للطلاب في ملعب خارجي مالهمش أي علاقة بالوزارة. ومش بس كده، قالت سارة نخلة كمان الرقاصة محتشمة، طول عمرنا بنروح أفراح وأماكن كتير قوي فيها رقاصة استعراضية، ممكن هنا عايزين يفرحوا وحد يوجب معاهم مفيش أي مشكلة، لكن الغلط إننا ننسب ده لوزارة التربية والتعليم أو الشباب والرياضة، وليكم حق تعترضوا لكن ما تتهموش الوزارة في اللي حصل، لكن أنا كسارة شايفة إن لكل مقام مقال، أنا مش شايفها مناسبة والشكل العام ما كانش لطيف. طب يا جماعة استنوا لما تتجوزوا وتتخطبوا، أنا مش شايفها حاجة لطيفة، بس برضو الهجوم ما كانش لطيف، الهجوم كان بشكل لذع جدا، والمكان ملهوش علاقة بالوزارة، هو حد أجر المكان عايز يوجب مع الشباب، والموضوع بسيط، حضرتك معترض على الرقاصة لك حق، بس لا تتهم أي وزارة من الوزارات، ناس عايزة تفرح وفي الآخر هم أحرار، كان مهم إننا نعلق لأن الوزارة ملهاش أي علاقة باللي حصل. تصريحات سارة عملت جدل هي كمان، والمتابعين بقوا يعلقوا ويعبر عن غضبهم من اللي حصل، فحد من أهالي القرية قال شكل مركز الشباب شايف إن ده المستقبل، ده ديسكو ولا حفل تكريم أوائل الطلبة، رقصة في حفل تكريم يا فرحتي، مش عارفة الأجيال اللي بعد كده المفروض تعمل إيه بجد، لنا الله. واللي قال اللي حصل في الحفلة ده غلط، وأما اللي حصل بخصوص الرقصة أو الفنانة الاستعراضية أنا عارف إنها سقطة كبيرة ولكنها غير مقصودة من الجميع. يا ترى بقى عزيزي المشاهد إيه رأيك في الواقعة دي؟